عدد عقد. لو كونجي. شكون هذه كل مرافق تاع A زائد E فوا B؟ A ناقص E فوا B. دونك هذا عدد العقد نسميوه مرافق. أولا تعريف ليكون زاد يساوي A بلس E B عدد عقد مع A و B ينتميان إلى العدد العقدي يسمى مرافق العدد العقدي الزائد. نعم A plus I ونرمز له بزد بار. دونك زد بار فهو يساوي A ناقص E فوا B. شكون الذي يكون مرافق تاع زد بار؟ زد فهو زد. يعني نقولوا بأن الزد والزد بار فهما مترافقان. كملاحظة أولا زد بار بار يساوي زد. يعني نقول أن الزد والزد بار مترافقان. ثانيا بالنسبة للصورة نتاع الزد بار نسميو أم صورة زد و ام بريم صورة زد بار. كي نقولوا الصورة نتاع واحد النقطة أو نتاع واحد العدد عقدي A بلس إي بي قلنا هي النقطة ذات الإحداثيات A بي. يعني مباشرة ما كاينش طبيعي. افترضنا بأن النقطة ام مثلا موجودة هنا نقطة ام ذات لحاق الزاد، يعني أن الإحداثية تاع ام فهي A بي. يعني فين غادي يكون موقع نتاع النقطة ام فتحة؟ تحت. يعني متماثلة مع النقطة ام بالنسبة لماذا؟ محور افاصل. دونك غادي يكون عندنا نفس الاصول ولكن بالنسبة للارتيوب فهو مقابل تاع هاد النقطة. يعني تعطينا النقطة الثانية ام بريم ذات لحاق زد بار. ام بريم وام متماثلان بالنسبة لهذا المحور اللي سميناه ماذا؟ بالنسبة للم المحور الثاني فهو المحور التخيلي. ان ام وام فتحة متماثلان بالنسبة للمحور الحقيقي اللي هو بعض الخاصيات المباشرة. يعني نضع الزاد يساوي A بلس E B مع A و B ينتميان إلى الزاد بار فهو A ناقص E و B. وإذا حسبنا الزاد زائد الزاد بار هذا يعطينا ماذا؟ 2 A.
دونك زاد زائد زاد بار اي بي ناقص اي بي غادي تحايد. او الى حسبنا الزاد ناقص زاد بار عيطنا ماذا؟ جوج اي بي. معنى ان ا فهو الزاد زائد زاد بار مقسومة على زوج، و بي هو الزاد ناقص زاد بار مقسومة على جوج اي. ا واش كيمثل بالنسبة للزاد والزاد بار؟ فهو الجزء الحقيقي، بالنسبة للبي فهو الجزء التخيلي. دونك علاش خاصية؟ ناخذ أي عدد عقد الزاد، فإن الجزء الحقيقي للزاد يساوي الزاد زائد زاد بار مقسومة على زوج. الجزء التخيلي للزاد فهو يساوي الزاد موان زاد بار مقسومة على زوج. نقولوا واش هو الشرط باش يكون الزاد ينتمي لآر؟ أو الزاد ينتمي لآر معناها أن بي يعني الإي إم فهو ليماجينار، الجزء التخيلي تاعو يكون يساوي صفر. دونك الجزء التخيلي يساوي صفر يعني ماذا؟ زاد بار يساوي زاد. باش يكون تخيلي صفر صرف خصنا الجزء الحقيقي يكون منعدم، معناها أن الزاد بار يساوي ناقص زاد. يعني علاش خاصية؟ كذلك أشياء يعني الزاد ينتمي إلى R يكافئ أن الجزء الحقيقي أو الجزء التخيلي للزاد يساوي صفر، معناه أن الزاد بار يساوي زاد. الجزء الحقيقي منعدم معناه أن الزاد بار يساوي ناقص زاد. دونك المرافق تاع اي عدد حقيقي فهو نفسه، المرافق تاع اي عدد تخيلي الصرف فهو المقابل نتاعو، فهي كحالات خاصة وعندنا تكافؤ. خاصيات. نعتبر الزاد والزاد فتحة أعداد عقدية. نشوفوا المرافق تاع المجموع تاع الجداء بطرف عدد حقيقي، ثم المقلوب الخارج، ثم الأس. هم بسرعة بالنسبة لهاد النتائج. أولا بالنسبة للمجموع، إذا سمينا الزاد يساوي أ بلس إي بي، زاد بريم يساوي سي بلس إي دي. دونك زاد بلس زاد بريم غادي يعطينا ماذا؟ أ بلس سي بلس إي فوا بي بلس دي. دونك المرافق للزاد بلس زاد بريم عطاتنا ماذا؟ فهو أ بلس سي موان إي فوا بي بلس دي. أي إلا قسمنا على الكتابة عطاتنا أ ناقص إي بي زائد سي
ناقص اي دي. اهو ا ناقص اي بي هو ماذا؟ زد بار. س ناقص اي دي فهو زد بريم بار. دونك في الحل الاولى عندنا تساوي زد بار بلس زد بريم بار. بالنسبة للجداء غادي نديرو نفس الشيء، نحسبو الجداء زد فوال زد بريم. بون زد فوال زد بريم فهو ماذا؟ سي ناقص بي دي زائد اي فوال ا دي بلوس بس. دونك المرافق للزد فوال زد بريم غادي يعطينا زد زد بريم بار فهو ا سي ناقص بي دي ناقص اي و ا دي زائد بس. نحسبو من جهة أخرى زد بار فوا زد بريم بار، يعني هي ا ناقص اي فوا بي فوا سي ناقص اي فوا دي. هادي يعطينا ماذا؟ ا فوا سي ناقص اي بي في ناقص اي دي فهي زائد اي او كاري فوا بي دي، يعني ناقص بي دي. هنا ناقص اي بي ناقص اي دي يمكننا نعملو بناقص اي. اعملي نبدي هادي مع هادي عطاتنا ا دي، هادي بهادي عطاتنا بلوس بس، إن فهما متساوي. وفي هاد الحالة كذلك عندنا تساوي زد بار فوا زد بريم بار. في الحالة نتاع ألفا زد مع ألفا ينتمي لآر فهو ينتمي إلى سي، دونك فهو ألفا بار فوا زد بار. ألفا بار يساوي ماذا؟ ألفا، لأن هذا عدد حقيقي، دونك سي ألفا و زد دائما تساوي. بالنسبة للمقلوب يمكن لنا نديرو نفس الشيء، نستعملو الكتابة الجبرية، ممكن كذلك نحسب نستغلو داكشي اللي درنا بالنسبة للجداء. إلا حسبنا واحد على الزاد بار مضروبة في الزاد بار، هنا هي ماذا؟ واحد على الزاد فوا الزاد لو تو بار، واحد على الزاد فوا الزاد واحد بار، واحد بار هو واحد. دونك غادي نستنتجو بأن واحد على الزاد لو تو بار هو المقلوب تاع زاد بار، إذن فهو واحد على الزاد بار. هاكا بالنسبة للزاد بريم على الزاد لو تو بار، زاد بريم على الزاد يمكننا نعتبروها فهو جداء. زاد بريم مضروبة في واحد على الزاد نقسمو بلا بار، ثم نستعملو الخاصيات السابقة تعطينا زاد بريم بار على زاد بار. وفي هذه الحالة خصنا نفترضو أن الزاد يخالف صفر. بالنسبة لزد ان بار لغة تعطينا ماذا؟ زد بار كل اس ان، ويمكننا نبينوها باستعمال ترجع. فهو الترجع لان النتيجة صحيحة بالنسبة لواحد بالنسبة للصفر. إذا كان غادي ناخذ هنا ان ينتمي لان نجمة باش ما نطلعوش في الحالة نتاع صفر اس صفر. بالنسبة لواحد النتيجة فهي صحيحة، نفترضوا انها صحيحة حتى الرتبة ان، ونكتبوا زد اس ان فوا زد، ونستعملوا الخاصية الثانية. النتيجة تبقى كذلك صحيحة لكن الام عدد سالب باستعمال ان المرافق تاع واحد على زد هو واحد على مرافق زد. دونك فهي زد بار اس ام، وهنا نفترضوا ان الزد يخالف صفر لانه يقدر يكون ام عدد سالب. ما أكثر مرة أخرى إن شاء الله.